وكنقول له اخنوش وسير عطينا التيسع بركه. هاد العام اللي دوزتي راه شدنا العجب والعصا، العصا اللي ماني عصاك غير ربينا، راهو دابا كيربي فينا. وتزيد واش كنطيبها بالزبده ديال 100 ريال اصاحبي، الزيت كنقلب على الشحمه حتى الشحمه ما بقاتش. والحكومه ما شفنا منك حتى خير هاد العامين هادي، ما شفنا منك حتى شي حاجه. وكتجري على ولادي مريض وباغا باش تمشي للسبيطار ندوز الله يخليوك. راه الدراري كيبغيو تما يتشهاو، راه كيبغيو دانون، كيبغيو الحليب، كيبغيو تما مائدك. واش غتحط لهم جبانيات الحسوه واحد بره الدراتي وبرزان غتقسمها لهم؟ غتعطيك اربعه الوليدات كتشد 50000 ريال في الشهر، هاد 50000 مابقاتش كتبهم به، تقريبا 1500. اش غيبقى؟ اش غيبقى؟ كتمشي عند الخدار، كتمشي اش غيبقى؟ بصح حسبي الله ونعم الوكيل. انا ماشي زعما لخاطري، انا راه تشرف الداخل ديالي فرونفو، انا راه ملاكي كنحب سيدنا الله ينصرو، حنا وراء جلاله الملك. فاش ما كانت في السراء في الضراء حنا وراء سيدنا. ولكن الاخ النوش هذا الا كان هو لاباس عليه ما كيشوفش واحد الطبقه فقيره واكل العصا. دابا ما بقاتش الطبقه الفقيره، وتولت الطبقه المتوسطه، تي ولات مجروره في هذا الشيء هذا. والعصا، العصا اللي ماني عصاك غير ربينا، راهو دابا كيربي فينا، غادي كيربي فينا وغادي. وهذوك اللي معاه حتى هما كيخرجوا بشي لمسات. اش غنشري الزيت؟ وتا الزيت واش كنطيبها بالزبده ديال 100 ريال اصاحبي؟ الزيت كنقلب على الشحمه حتى الشحمه ما بقاتش، باش نديروها في الطاجين ونبنوا ذاك الدواز كما قالوا جدودنا. الدواز، الدواز فين هو الدواز؟ هذوما قلاو لك الدواز لا والو. واش غن لا اله الا الله محمد رسول الله. اخنوش ارحل صافي سالينا، حيت هادشي من نهار دخلتي للحكومه ما شدنا حتى شي تحسن. شنو حنا راجعين اللور قبل منه كان المغرب غادي لقدام، غادي هذاك اللي كاس الترينات كيقولوا لي اللي كيمشي ديال السرعه في المغرب تي جي في، المغرب كان غادي بواحد السرعه خياليه. وتسيت شت الحكومه في الشل في الشل في الشل في الشل وغادي كيفشل. فين كان هذا المواطن كيخرج كيدوي على المجاعه؟ فين عمرنا حنا دوينا على البطاطا وعلى مطيشه؟ فين عمرنا دوينا على هادشي؟ كان الخير موجود في بلادنا والحمد لله، الخير في بلادنا موجود. لا وي عندهم هما، عندهم هما حيت هما عندهم خدامه كيمشي للسوبر مارشي مرجان، كيدخل كيتقدا كيعمر الماله ديال الطوموبيل بالتواشل في سرين، وكيمشي كيدخل للفيلا كيحل كيوكل ولادو التواشل في سرين. اما حنا المساكين هادشي راه كنشوفوها في التلفازه وكنشوفوها التصاور المحروقه. وقتلونا هاد الناس هادو، كيخرج بخطاب وصافي هاد السيمانه غادي تنقص، وهاد السيمانه عاد كنشوفوها كتزاد ما كيتنقص والو، عاوتاني كيخرج ببلاغ ان شاء الله غيكون الخير. وفينا هو هاد الخير هذا؟ واش غنبقاو حنا ساكتين؟ واش غنبقاو حنا مكمشين يدينا وما كياكلوا فينا؟ راه كياكلوا فينا بالراد، راه كياكلوا فينا، كيمصوا لنا الدم ديالنا اخويا. بزاف اخويا بزاف بزاف. الخضره هاد السميده، وحتى السميده عندنا الفوس عندنا، وبعد الغوش جبد هاد الشيء هذا، جوج بحوره صيد الفلاحه فوس هادشي ما كنت جبدت هادشي. ولكن باش راه بزاف، واش رزقنا حنا بنادم وبنادم كيموت؟ لا لا هادشي ما مزيانش. والله ينصر سيدنا وحنا وراء جلاله الملك ودير للشعب ديالك حل. هادشي راه بزاف. والحكومه ما شفنا منك حتى خير هاد العامين هادي، ما شفنا منك حتى شي حاجه. كان المسكين والفقير هو اللي غيناضل على هاد البلاد هادي، حيت هادي بلادنا ماشي 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 بلادنا. وكنعيشوا كاملين تحت ترابو واحد هو المغرب، وشعارنا الله الوطن الملك. والناس هادو حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، هادشي اللي غادي نقول. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله. ماشي قهرونا، دخلوا لينا في الداد ديالنا. وحالتي وكتجري على ولادي مريض وباغا باش تمشي للسبيطار ندوز، وباش تدوز وما كاينش اللي عقل عليك، وتمشي للسبيطار يبقاو عليك سير رونديفو ست شهور. واش هاد الحاله ديال ست شهور؟ راه بزاف، راه بزاف ودوينا. وكنقول اخ نوش وسير عطينا التيسع بركه. هاد العام اللي دوزتي راه شدنا العجب، راه شدنا العجب. والمازوط هابط في العالم، وليسانس هابط في العالم، وحتى انا باقي داير 14 درهم ويلي راه بزاف. البصله 300، هاد الموظف بحال كيشد في هاد البلاد هادي اصلا، بحال كيشد 50000. اش داير هاد 50000؟ كارب 1500. اش داير البطاطا غياخذها ب 300 280 الف فرنك. والزيت غلا ما بقاش بغا يهبط، ودانون كنا كنشريو ما بقيناش كنشريو. وهادشي راه بزاف، هادشي راه بزاف. وهادشي بغات يوصل لسيدنا الله ينصرو، حيت حنا وراء جلاله الملك محمد السادس. حنا ملكيين كنموتوا على مالكنا، وكنموتوا على بلادنا، وكنموتوا على وطننا. حنا ماشي خائنين، حنا ماشي خائنين، حنا ولاد اللي حروا البلاد. جدودنا الله يرحمهم، الله يرحم محمد الخامس
والله يرحم الحسن الثاني، والله يخلينا محمد السادس، والله يخلينا مولاي الحسن، الله ينصرهم، الله ينصر النصر العلوية، وعاش الملك، الله يهديهم علينا. هادشي اللي كان راه اللي في قلبي راني قلتو، راه مضرور، والله إلا مضرور وحق الله، ولكن الله يهديهم علينا، الله يهديهم علينا. هاد الحكومة شنا منا؟ ها؟ ما يدوش شعور، حيت هادشي كنشوف اللي كنمشي للمارشي، عندي أربعة الوليدات، كندير عامين نظافة، عندي أربعة الوليدات، وكنمشي للمارشي، أش كن كنمشي كنضرب دورة كنرجع في حالاتي، كندخل كنقول مولاد طيب يمشي بالرداجي يمشي حسي هو، ندوزو بها وشي خبيزة، وهادشي راه إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبي الله ونعم الوكيل، إلا كنتي لا بأس عليك، حنا راه فقراء، راه علينا شوية، ويلي بلا ما نقول لك خلي داك الجمر راقد، أودي راه سخوت خلي، والحم ولا كتشوفو 90 درهم، شحال الحم؟ 80 وفناي 60 درهم وفناي 50 درهم. ما درت الافطار. ما درت. ويلي لا 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 بزاف بزاف، مازال في كورونا كان كلشي مخبي وكانوا الناس كيتعاونوا بعضياتهم. ودابا راه كلشي باغا هي كورونا مشات، وفينا هاد الوقت اللي قالوا غيتزيان، واش بينا وبين هاد الاخضر اللي داير لينا هو صار لنا الدلاح ولافوكا، حنا اش باغيين هاد الدلاح اللي غيدير لنا الماء؟ تا من هنا هو جا عندنا الجفاف، سالينا ما كانش الجفاف في المغرب، تا جا تاخر نشوف الجفاف، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، حسبي الله ونعم الوكيل، الله ينصر سيدنا.